إيه المحبة بين الجيران، وما أدراكم ما المحبة بين الجيران؟ قديما كان أهل الشام إذا أرادوا أن يزوجوا ابنهم وليس لديهم غرفة يزوجوه فيها، يذهب الجار إلى بيت جاره المقابل له ويقول له: عيرني كتفك أو كتفك. شوف، ما أهل الشام يمكن يقولوها أحسن مني، بمعنى أريد استعارة جدارك. فكان الجار يساعد جاره فورا ويسمح له أن يبني قوس، كما تلاحظون أمامكم هنا أحبتي على الشاشة، هذه نسميها القنطرة، لاحظوا، وهذا القوس، سبحان الله، ويسمح له أن يبني قوس وغرفة فوقها لابنه العريس بين البيتين. هكذا بنيت بيوت الشام، هذه الأقواس التي كنا نمر من تحتها كانت أقواس محبة وستر وعطاء. دمشق القديمة، ألف تحية لأهلنا في سوريا الحبيبة.